مساء الورد. معظمنا بيقع في خطأ كبير اليومين دول، خصوصا في العبوات الخاصة بالسينيتايزر. معظمنا وهو بيحاول يدوس على الزرار بتاع السينيتايزر بيدوس عليه بكوعه بحيث ينزل السينيتايزر ويبدأ ان هو ايه يصرف او يغسل بها ايده، وده غلط كبير لسبب بسيط. ممكن يكون الفيروسات موجودة عندي في البوتن او في الزرار بتاع السينيتايزر، يجي في الكم بتاعي، الكم بتاعي بيحتاج او بيختلط باشخاص او بعربيتي او باي جسم تاني اخر، فبالتالي انا كده بنقل الفيروس. طب اعمل ايه؟ بكل بساطه، حتى لو كان في هنا فيروس عندي او في عندي بكتيريا، ضغطي على السينيتايزر وانا بغسل ايدي اوريدي خلاص انا كده غلصت اي مشكله عندي ممكن تكون موجوده حتى لو على البطن. يعني بالتالي موضوع ان انا ادوس عليه بكمي او بكوعي عشان انا خايف يكون في حاجه، انا كده نقلت الفيروس من هنا لكوعي. واهم حاجه ناخد بالنا واحنا بندوس على السانيتايزر او ان احنا بنغسل ايدنا بالسانيتايزر، نغسل ما بين الاظافر. عشان كده دايما بنقول ان الصابون، الميه بصابون انضف واحسن، انها بتبدا تخترق كل الاماكن الخاصه باليد. نخلي بالنا من نفسنا وربنا يستر علينا.